ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. زي ما تعودنا في سلسلة الموضوعات القانونية من خلال موقع نقابة المحامين، الموقع الإلكتروني اللي بيقدم مجموعة من الفيديوهات اللي بتشكل مجموعة من النصائح أو التوجيهات أو الدورات اللي بيستفيد منها شباب المحامين. تكلمنا في موضوعات كتيرة، والنهاردة هنتكلم عن موضوع من الموضوعات المهمة جدا واللي بتيجي فيه أسئلة كتير، ألا وهو إنذار الطاعة. شفنا زمان من حوالي 27 سنة كان في فيلم اسمه إنذار الطاعة، واللي كان بتاع ليلى علوي، وكان فيه ميار الببلاوي ومجموعة كبيرة من الممثلين. الفيلم ده اللي حصل فيه ان صدر قرار من النيابة تنفيذا لإنذار الطاعة بان ينزل القوى الجبرية والتنفيذية من رجال الشرطة مع الزوج عشان يجبروا الزوجة على انها ترجع لمنزل الزوجية. الفكرة دي والثقافة دي ما زالت موجودة في أذهان الناس، وما زالت الناس فاكرة والستات فاكرين إن إنذار الطاعة معناه إن هيجيبوها بالقوة الجبرية ويرجعوها بيت الزوج. الكلام ده ما بقاش موجود يا جماعة، والقانون اتعدل، بل إن القوانين اتعدلت من الثمانينات لحد 2000 و2005، والموضوع بقى مختلف، وإنذار الطاعة بقى كلام على ورق، بل كمان ان المشرع بقى بيدي الزوجة الحق انها تعمل حاجة اسمها دعوة اعتراض على انذار الطاعة. انذار الطاعة ده انذار رسمي على يد محضر بيعمله الزوج ويسلمه المحضرين، ومن شروطه ان لازم المحضر يسلمه للزوجة بنفسها او في محل اقامة اهلها، كأنه يستلمه ابوها او امها او اخوها، ليتحقق بالعلم اليقيني باستلام الانذار وضرورة الرجوع للبيت. هل الست مجبرة انها ترجع؟ ابدا. طب تعمل ايه؟ بتعمل حاجة اسمها دعوة اعتراض على انذار الطاعة، بتقيم دعوة مبتدأة من خلال هذه الدعوة بتقول اسباب اعتراضها على انها تنفذ الانذار وانها تدخل في منزل الزوجية وتعود الى منزل الزوجية مرة اخرى. على سبيل المثال من الامثلة تقول انا لا اامنه على نفسي، ان مفيش منزل او مسكن مستقل عن اهله، انه بيضربني، انه ما بيصرفش عليا، ما بيأكلنيش، ان مفيش منزل زوجية اصلا، او مفيش اساس، او ان منزل الزوجية غير مؤهل للحياة او غير صالح لان يكون هناك فيه اسرة تعيش. هذا الاعتراض بيكون خلال 30 يوم من استلام الانذار للزوجة دي ان تتقدم بدعوة مبتدأة اسمها دعوة اعتراض على انذار الطاعة. لو عدت 30 يوم ولم تقم بدعوة الاعتراض على انذار الطاعة، هيكون للزوج الحق في انه يرفع عليها دعوة نشوز، وده ممكن يسقط حقوقها المادية في حالة ان هي تطالب بالنفقة او بأي حقوق اخرى، لان النشوز معناه خروجها عن طاعة الزوج وعدم التزامها بمسكن الزوجية، ولان القاعدة الفقهية بتقول ان النفقة مقابل الحبس، فطالما ان هي مش محبوسة عنده في البيت يعني موجودة على ذمته، يبقى لا تستحق النفقة. ايه اللي بيحصل في الاعتراض على انذار الطاعة؟ الاعتراض على انذار الطاعة دعوة بتقبلها المحكمة، ثم تحيل المحكمة الامر الى الخبير المختص اللي بينزل يشوف مسكن الزوجية. هل الاعتراضات والاسباب الواردة للاعتراض على انذار الطاعة والموجودة في عريضة الدعوة مطابقة لحقيقة الواقع في منزل الزوجية أم لا؟ فبينزل الخبير يشوف هل المسكن صالح؟ هل فعلا التحريات بتقول أنه سيء العشرة؟ هل بيضربها؟ هل المسكن غير مؤهل؟ لا تأتمن على نفسها؟ تأتمن نفسها داخل هذا المسكن؟ هل المسكن ده غير مستقل؟ هل المسكن ده مسكن شرك موجود مع أهله؟ وبناء على تقرير الخبير، إما أن المحكمة تقبل الاعتراض وبالتالي لا يسقط هذا الامر حق الزوجة في انها تطالب بالنفقة، او انها ترفض الاعتراض لعدم جديته او لعدم وجود اسباب حقيقية وموضوعية للاعتراض على الدخول في ذمة الزوج او في منزل الزوجية، وفي الحالة دي بينتقل الامر الى احقية الزوج في انه يطالبها بالدخول في ذمته او انه يرفع ضدها دعوة نشوز. اللي عايزين نقوله ببساطة جدا، انت لو على الزوج بتعمل انذار طاعة وبتجهز المنزل او المسكن تأهيل كامل عشان لما ينزل خبير يعين يلاقيه صالح، وبكده يطلع التقرير بيقول ان المسكن صالح ومؤهل،
فالمحكمة تتأكد من أن موقفك القانوني سليم وتلزمها بالدخول أو تسقط عنها الحق، وبالتالي تقدر ترفع ضدها دعوى نشوز. ولو أنت عن الزوجة يبقى لازم تقدم في الدعوة ما يفيد بأن هناك مبررات وأسباب حقيقية عليك إثباتها بأنها لا تقبل الدخول في منزل الزوجية مرة أخرى لما ستلاقيه من مخاطر ومن ضرر. يعني بعض الناس بتعمل حركات يعني مش عايزين نقول قوي عنها، لكن هي من المحاجات اللطيفة اللي ساعات بنستخدمها، ان احنا نجيب الزوجة اذا ما كانش عندها مبررات حقيقية، وفي الجلسة اثناء الجلسة في الجلسة الاخيرة تعرض نفسها للدخول في منزل الزوجية. فاول ما تعرض نفسها تسقط الـ يعني الحقوق كلها، والموضوع ينتهي وتقضي المحكمة برفض الطلب الدخول في الطاعة، لأن الزوجة خلاص عرضت نفسها. وفي الحالة دي المحكمة أحيانا بتدي أسبوع ثم العودة مرة أخرى للتأكد من أن الزوجة رجعت لمنزل الزوجية أو أنها ما رجعتش، أو أن تم الصلح فعلا من عدمه، وبناء عليه تقدر تحدد الموقف القانوني. بعض الناس بيعرض الزوجة وبعدين ترجع ما تخشش، ويقدم ما يفيد بأنه يعني ما كانش قادر على استلامها وأنه رفض أنه يستلمها. وبعض الناس لما بيحس ان هو هيخسر دعوة الاعتراض على انذار الطاعة بيطلب تعديل الطلبات وتحويلها الى دعوة طلاق لاستحالة العشرة او لاي اسباب اخرى او استحكام النفور اذا ما كان لديه مبررات. الامر بيختلف بحسب حقيقة الواقع، انت اللي موجود في القضية وانت اللي شايف ملابساتها وعارف امتى هتغير طلباتك وامتى هتتمسك بيها وامتى هتتمسك بانذار الطاعة وامتى هترفضه وامتى هتعترض عليه. ده بيرجع لثقافتك وقرايتك واطلاعك واهتمامك ودراستك الكويسة جدا وبعناية لموضوع القضية وملابساتها. بالتوفيق لكل الناس. أحمد مهران.